مشاهدينا اهلا بكم مجددا في هذه التغطية الخاصة والمستمرة. اذا فيما يتعلق باتفاق السلام بين اسرائيل والامارات، هذا الاتفاق الذي كشف عنه اليوم من قبل الولايات المتحدة والرئيس الامريكي دونالد ترامب، وقال ووصفه وانه اتفاق تاريخي. ايضا خرج رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعلق على هذا الاتفاق. ارحب مجددا بضيوفي الكرام، دكتور حسن مرش خبير في شؤون الشرق الاوسط، اهلا بك. دكتور عماد عبد الهادي من واشنطن المحلل السياسي، اهلا بك. والسيد داني ايلون النائب وزير الخارجيه الاسرائيلي، اهلا بك. اذا نتحدث عن هذا الاتفاق الاسرائيلي الاماراتي. ايضا كوشنر يقول ان هناك ربما العديد من الدول الخليجيه ستحذو حذو الامارات وتعلن وتوقع على اتفاقات مع اسرائيل. إذا ما تحدثنا عن المصلحة السياسية الإسرائيلية، هل إسرائيل تنظر إلى الاقتصاد أم عينها على الإمارات؟ لكن قبل أن تجيبنا عن هذا السؤال، إذا أنوه بأن هذا ما نراه على الشاشة، إذا في بلدية تل أبيب يرفع العلم الإماراتي إلى جانب العلم الإسرائيلي في ذات المبنى الذي وضع عليه قبل أيام، ورفع العلم اللبناني. إذا في مدينة تل أبيب وفي بلدية تل أبيب نرى أعلاما باتت في الآونة المؤخرة، أعلاما عربية ترفع. إذا العلم الإماراتي في قلب إسرائيل وفي مدينة تل أبيب بالتحديد بعد توقيع هذه الاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية برعاية أمريكية، اتفاقية قد تنص على إلغاء مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية. لكن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إنه لا زال مطروحا على الطاولة ولم يلغى. وأيضا قبل أيام كان قد حمل واشنطن مسؤولية عدم تنفيذ هذا المخطط، واليوم أكد وقال أنه ما زال مطروحا على الشاشة. إذن نحن نرى هذا العلم الإماراتي الذي يرفع على بلدية تل أبيب. دكتور داني أيلون، إذن هذا المشهد بداية، تعقيبك عليه. مشهد مثير للغاية. الذي كسر هنا هو فكرة أنه بالإمكان التوصل إلى الاتفاق حتى دون التراجع عن المصالح والمواقف الوطنية. صحيح أن إسرائيل تنازلت عن خطة الضم، ولكن هنا وعلى هذه الطاولة قلنا أن خطة الضم كانت في وقتها كلام فارغ، لم يفكر أحد أن هذه الخطوة قابلة للتنفيذ، خاصة بعدما تراجع ترامب وكوشنر. الآن يمكن أن نفهم لماذا، لأن كوشنر دائما كان يدفع باتجاه التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج لسببين. الهدف السبب الأول هو أن هذا يخدم سياسيا الولايات المتحدة من أجل تشكيل تكتل تحالف مخلص للولايات المتحدة، وهذا الاتفاق وهذا التحالف يضر بالمصلحة الإيرانية. إيران سعت طيلة السنوات على عزل إسرائيل. إيران سعت لبلورة الهلال الشيعي كما قال الملك عبد الله، من العراق مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان وفي الجنوب بطبيعة الحال مع السودان. والذي يحصل الآن هو أن إيران هي التي يتم عزلها، وهذه ليست مصلحة إسرائيلية وأمريكية فقط، وإنما مصلحة لكل دول الخليج وعلى رأسها السعودية. لذلك هذه الاتفاقية هي إنجاز كبير لإسرائيل ولدول الخليج بما في ذلك السعودية وللولايات المتحدة. نعم مشاهدينا، إذا مع هذا الخبر الذي يفيدنا به تفيد به تقارير، إذا السلطة الفلسطينية تدعو إلى اجتماع عاجل من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وأيضا السلطة الفلسطينية تطالب هذه الدول بألا تحذو حذو الإمارات، رغم أن مستشار الرئيس الأمريكي يقول خلال الأسابيع المقبلة ستكون هناك دولة أخرى خليجية ربما هي البحرين
البحرين ستوقع على هذه الاتفاقية. دكتور عماد عبد الهادي أهلا بك. إذا تحدث سيد داني أيلون عن مصلحة الولايات المتحدة من هذا الاتفاق وهو بإيقاف التمدد الإيراني وما تسعى إليه إيران من خلال الهلال الشيعي الذي يعني بدأت فعلا برسمه في المنطقة كما يقول الكثيرون، إذا إلى أي مدى توافق بأن المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي هي الولايات المتحدة؟ لا أعتقد الولايات المتحدة، نحن نتحدث هنا عن ترامب. نجاحه في هذه الصفقة إذا جاز التعبير هو أولا تعويض عن فشل صفقة القرن التي أيضا مهندسها هو كوشنر الذي يزغرد الآن لهذه هذا الاتفاق واللحظة التاريخية. ترامب سوف يحاول وبدأ بالفعل استثمار ذلك داخليا، ولكن لا أعتقد أن هذه قضية تهم كثيرين في الولايات المتحدة حين يأتي الأمر للانتخابات. هي أولا وأخيرا الأهم، السياسة الخارجية لا تمثل غير 10%، وترامب لم يحقق إطلاقا أي نجاح يذكر إلا هذا النجاح البسيط الأخير. فيما يتعلق بهذا النجاح تحديدا، أنا شخصيا أرى أنها خطوة تاريخية، وأنها كما قال وزير شؤون الخارجية الإماراتي ألور جرجاش أنها خطوة كافية أو نوعية. هذه نقطة هامة. أولا يلحظ هنا أن الأول مرة تقيم دولة عربية تقدم على خطوة تطبيع مع إسرائيل وتحصل على تنازل مقابل ذلك. رأينا على سبيل المثال أن السودان أقام مثل هذه المسألة ولم يحصل على شيء، ربما حصل للسودان على رفع اسمه من قائمة الإرهاب. لكن هذا نجاح للدبلوماسية الإماراتية أولا. قد يقول قائل وسوف يرد، وكما رد الفلسطينيون بالفعل أنهم يرفضون ذلك لأنه، لكن دكتور عماد يعني أيضا المراقبون يقولون بأن إسرائيل هي المستفيدة أكثر من الإمارات، إذا لماذا هذا إنجاز إماراتي؟ أنا لم أقل أنها، أنا فقط قلت أن نعم تفضل، أن الولايات المتحدة ليست هي المستفيد الأول. أنا أقول إسرائيل والإمارات، هذه نقطة. النقطة الثانية لو سمحت لي، تفضل. قد يقول البعض أو بالفعل نتنياهو خرج ويقول أنه تم تجميد الخطة ولم يتم إلغاءها. هذا نحن في عصر الشعبوية وبالتالي والقومية، نتنياهو لا يختلف كثيرا في ذلك عن زعماء مثل أردوغان ومثل ترامب وغيرهم، ومن ثم هو يحاول استثمار ذلك داخليا. لكن كما أشار ضيفك الكريم في الاستوديو أن خطة الضم كان محكوم عليها في المقام الأول والأخير بالفشل، وأنها تعني رصاصة الرحمة على قضية على مسألة السلام. ولكن المسألة الهامة هنا، الفلسطينيين من حقهم أن يحتجوا بالطبع، ولكن أود أن أشير إلى مبدأ هام وافتقدته السياسة العربية لمدة طويلة، ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. مسألة الحصول على خطوة في الاتجاه الصحيح لا بد أن يرحب بها وننتظر الخطوة القادمة. ولكن فكرة أن يكون هناك ليفرج أو كما يقال بالشامي واللبناني يكون للإمارات تقدر تمون على إسرائيل كما هو الليفرج اللي موجود حاليا، أو قوة الضغط المحدودة لدى مصر على إسرائيل بسبب المعاهدة، كلما تأزمت الأمور بين إسرائيل وحماس تتدخل مصر لإنقاذ الموقف. لو لم تكن هناك علاقات بين مصر وإسرائيل لما كان لمصر دور في هذا بالمرة. اليوم هناك دور إماراتي يمكن أن تلعبه. نعم. الإمارات لصالح القضية الفلسطينية. نعم. بل يكون هناك قنوات مفتوحة مع إسرائيل. نعم، ابقى معي دكتور عماد. إذن دكتور حسن، يعني الفلسطينيون يطالبون باجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ويقولون بأنها أن هذه الخطوة، ويطالبون الدول الأخرى بألا تحذو حذو الإمارات. لكن كما يقول أيضا دكتور عماد، وهناك آراء تقول بأن الإمارات وبتوقيعها هذا الاتفاقية مع إسرائيل قد يكون لها دور محوري أقوى فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
يعني بداية بالنسبة لاجتماع دول الجامعة العربية، أنا شخصيا لا أعول على هذه الجامعة نهائيا، لا بأقوالها ولا باتفاقياتها ولا بتصريحاتها. هاي جامعة لا يوجد لها أي صلاحية في العالم العربي، وفقدت مصداقيتها منذ عقود، وهي فقط تطبق ما يملى عليها. والأغلب الذي كان يعني موجود في هذه الجامعة هو مؤتمر من قبل الأمريكي، وما يريده الأمريكي هم هذا ما يفعلونه. ويعني كل اجتماع لها باعتقادي هو يثير السخرية لا أكثر ولا أقل. هذه زعماء تأتي وتجتمع، وكما تأتي تذهب، وهي مختلفة فيما بينها، مختلفة في سياساتها، في توجهها، في ولذلك لا يستطيعوا أن يأخذوا أي قرار يفيد القضية الفلسطينية. أما بالنسبة للإمارات وأن يكون لها دور يعني فعال بالنسبة للقضية الفلسطينية، أعتقد أن مصر كدولة عربية كبرى في المنطقة والأردن لم يستطيعوا على مدار كل اتفاقية السلام الإملاءات لإسرائيل، ما عدا التدخل يعني كوسيط ما بين حماس وما بين إسرائيل عندما يكون هناك يعني مواجهات عسكرية بين الطرفين. أما أكثر من ذلك يعني مصر لم حتى وكم مرة يعني أعتقد ما سوف يتم مع الإمارات كما حصل مع مصر والأردن، عندما يحدث أي إشكال مع الفلسطين يسحبون السفراء، وبعد ذلك يعينون سفراء جدد. وأيضا الإمارات سوف يكون نفس الوضع، عندما يتأزم الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوف نرى يسحبون السفير الإماراتي ويبعثون بعد فترة بغيرها. هذه السياسات، هذه القدرة والقيمة العربية التي بالنسبة للقضية الفلسطينية. ولكن الإمارات، إسرائيل هي المستفيدة الكبرى. إسرائيل استطاعت أن تضع الإسفين أو الشرخ بين الدول العربية، زي ما كما تحدثت بالنسبة لمبادرة السلام العربية التي قامها ملك سلمان في بيروت، وبذلك أنهت القضية الفلسطينية. وهناك أمر هام تحدث به بيبي نتنياهو بأنه بذلك هو ضمن أيضا أنه لا توجد أي عودة للاجئين. يعني لما عندما تحدث لا توجد أي عودة للاجئين، يعني هنا تحدث أنه لا يوجد أي خطة سلام مستقبلية ما بين فلسطين وإسرائيل. نعم سيد داني، إذن اعتدنا بأن تكون إيران والمنظمات التابعة لإيران بالقرب من الحدود الإسرائيلية، ربما في المستقبل يتيح هذا الاتفاق. وأيضا كما قال براين هوك المبعوث الأمريكي أيضا للشؤون الإيرانية بأنه سيكون ربما كابوسا على إيران هذا الاتفاق. إذا ما كان هناك اتفاقات عسكرية بين الجانبين، ستكون أيضا لإسرائيل اليد الطولة بالقرب من إيران. لا شك، وعلينا أن نذكر أن الإمارات قبل أسبوعين أرسلت للمرة الأولى قمر اصطناعي إلى الفضاء بهدف الوصول إلى المريخ، وهذا إنجاز تكنولوجي رهيب، ولإسرائيل إنجازات كبيرة في مجال الفضاء. لذلك هنا يمكن أن يكون تعاون جيد جدا في هذا المجال، يحول إيران إلى دولة مكشوفة بالنسبة لإسرائيل ولدول الخليج، وسيصعب على إيران أن تخبئ أنشطة وبرامج مختلفة لها، بالإضافة إلى العزلة السياسية. وهنا تبلور مبدأ، وهذا ما فعله ترامب. كل الرؤساء الأمريكيين من قبله قالوا يجب أن نبدأ بالسلام الإسرائيلي الفلسطيني ومن ثم التطبيع مع الدول العربية. ترامب قال ونحن نرى أنه ينجح مع السعودية، العلاقات هي دافئة جدا، صحيح أنها ليست علاقات رسمية ولكنها دافئة جدا، وبلا موافقة سعودية لا أعتقد أن الإمارات كانت ستخطو هذه الخطوة، اتفاق السلام مع إسرائيل ثم عمان والبحرين ستحذو هذا الاتفاق. ولكن ما حصل هنا أنه تم فصل الملف الفلسطيني عن قضية التطبيع، وهنا أنا آمل أن تتعلم القيادة الفلسطينية من التاريخ أنه يستحسن التقدم ولو
خطوة خطوة. كيف نجح المشروع الصهيوني؟ هو نجح على مبدأ خطوة ومن ثم خطوة وخطوة أخرى. كان هناك اتفاق بلفور في عام 17 ولجنة بيل في عام 36 ولم يقولوا أبدا. الصهاينة لم يقولوا لا أبدا. كانوا ربما يقولون لدينا شروط ولكنهم أخذوا كل ما طرح عليهم. وهنا القيادة الفلسطينية أجحفت وأخطأت تاريخيا على مدار السنوات أنها لم توافق على إبداء أي مرونة ولم ترغب بالمجيء إلى طاولة المفاوضات. نعم دكتور عماد. أيضا كوشنر المستشار الرئيس الأمريكي يقول أن هناك تغييرات كبيرة ستكون في الشرق الأوسط. إيران علقت قبل قليل على هذا الاتفاق ووصفته بالخاطئ، وشهدنا في الفترة الأخيرة تقاربا بعض الشيء دعنا نقول إماراتيا إيرانيا بعد التهديدات الحوثية بضرب موانئ أو بضرب الإمارات بصواريخ باليستية كما يحدث مع السعودية. كيف يمكن أن تكون في بعد هذا الاتفاق العلاقات الإماراتية الإيرانية؟ السبب الرئيسي في العلاقات الإيرانية التجارية أن هناك مصالح تجارية وجزء كبير جدا من التجارة المشتركة بين بلدين موجود في الإمارات، وهناك رجال أعمال إيرانيين أو حتى إماراتيين من أصول إيرانية. الإمارات مستفيدة في المقام الأول من هذا الزخم التجاري، ولكن فيما يتعلق بمسألة تهدئة التوتر هذه سياسة ذكية. اليوم الإيران في موقف سيء جدا، لأن ما سوف ينشأ عن العلاقات الإسرائيلية الإماراتية أولا منافسة شديدة جدا بين إسرائيل وإيران داخل الإمارات المتحدة دولة الإمارات على مسألة التجارة، هذه نقطة. نقطة ثانية أيضا لا يجب أن ننسى أن هناك تباين. أنا متمسك بوجهة نظري بأن هناك حينما تكون هناك علاقات طبيعية بين بلدين يسمح ذلك للبلدين بممارسة ضغوط متبادلة في قضايا مشتركة، هذه نقطة. هناك فرق تعليقا على كلام الأستاذ حسن مرد أنه بين اتفاق الإمارات وبين اتفاق مصر. اتفاق مصر كان أولا اتفاق للحصول على الأراضي المصرية على إسرائيل عن سيناء. ثانيا تطبيع العلاقات سمح لمصر حتى الآن كما قلت بالتوسط في أكثر من مرة لدى إسرائيل أو مع نعم إسرائيل. هذا ما يطرح دكتور عماد، يعني هذا ما يطرح فعلا. نعم. يعني مصر كان لها مصلحة في توقيع هذه الاتفاقية باسترداد الأراضي المصرية التي كانت تسيطر عليها إسرائيل. نعم، لكن الإمارات ماذا لديها في إسرائيل لكي تقيم علاقات رسمية وتقيم علاقات ثنائية ونرى الطائرات الإماراتية تهبط في مطار تل أبيب؟ هذا السؤال المطروح على الطاولة. أود فقط أن أكمل النقطة وسأجيبك على هذا السؤال. تفضل. الإمارات علاقتها التي سوف تقوم مع إسرائيل يمكنها حتى أن تمارس ضغوطا أفضل من مصر لسبب بسيط، لأن علاقة مصر بإسرائيل مشروطة بشروط تحصل على مملكة الولايات المتحدة في شكل مليار وربع مليار سنويا معونات عسكرية. الإمارات ليس لديها هذه الشروط. الإمارات بمنتهى البساطة إذا أقامت علاقات تجارية مع إسرائيل سيكون هذه العلاقات التجارية ستكون السيف الذي يمكن أن تستخدمه لممارسة الضغوط على إسرائيل. فيما يتعلق بمصلحة الإمارات، هذا ردا على سؤالك، جزء من إعادة الاصطفاف في المنطقة. الإمارات والسعودية والدول الخليج الأخرى باستثناء الدولة المارقة قطر تستشعر خطرا متزايدا من كل من تركيا ومن إيران. هذا الاصطفاف الجديد والذي سعى إليه ترامب وين ما أطلق عليه حينئذ ناتو عربي مصغر، هذا الاصطفاف نرى إحدى نتائجه الآن. أيضا مسألة صفقة القرن، هناك من يعتقد أن بعد اصطدامها بالحائط الرفض الفلسطيني وكما قال البعض هناك محاولة لإعادة تطبيقها بطريقة عكسية، أن نبدأ بفتح العلاقات بين الدول العربية ثم نأتي إلى ملف القضية الفلسطينية. بصرف النظر عن النيات لازلت أتفق مع ضيفك الكريم في الاستوديو أن
سياسة الخطوة خطوة أو ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم، ابقى مع الدكتور عماد عبد الهادي. دكتور حسن، أيضا الولايات المتحدة عندما نقلت سفارتها إلى القدس من تل أبيب واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم تحذو الكثير من الدول حذو الولايات المتحدة سوى دولتين صغيرتين وإحداهما تراجعت عن هذه الخطوة، لكن اليوم نرى دولة عربية يعني رائدة، دولة عربية خليجية كبيرة مؤثرة وليست دولة صغيرة، تقيم علاقات رسمية باتفاقات وليس تحت ظروف كما حصل مع مصر أو الأردن كما قلت أنت، نراها توقع اتفاقيات مع إسرائيل. نعم، يعني عندما أعلنت القدس عاصمة إسرائيل وترامب يعني أعلن نقل سفارته إلى القدس، طبعا هذا يعني من جهة واحدة، من جهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذه مصلحة مشتركة، يعني لم يكن هناك أي يعني رفض عربي لهذه الفكرة، لأنه أولا يعني الوضع تبع العالم العربي هو متدهور بأغلب الدول العربية، وما بقيت من الدول العربية الغير منهارة هي الدول الخليج، هي الوحيد باقي الدول العربية التي كانت ترفض كل هذه الضم أو إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، هي كانت دول محل مصابها من الربيع العربي، لا يوجد لها يعني، هي دول ضعيفة الآن ولا يكون باستطاعتها أن تقوم بأي موقف عدا الموقف الرفض الكلامي لا أكثر ولا أقل. دول الخليج يعني لم يتم هذه الخطوات إلا بموافقة ومباركة دول الخليج، والسبب يعني كما تحدث ضيفك هون داني، يعني المشكلة الوحيدة التي حصل للفلسطينيين أنه غرر بهم من قبل هذه الدول على مدار أعوام وسنين وقرون، ووعود تتلي وعود، ولذلك يعني القيادة الفلسطينية أيضا هناك يعني كانت خلافات تزرع ما بين القيادات الفلسطينية على جميع تمثيلاتها، ولذلك كانت يعني مشتتة بغض النظر عن الوجود الإسرائيلي، هناك حركة صهيونية عالمية كانت تقرر وهناك كان من ينفذ، هنا الوضع كان يختلف، والصحيو يعني بس بفترة 93 عندما أبرموا اتفاق أوسلو كان وقت كثير مرق على فلسطين ومتأخر جدا، وكلما يعني قالها نذكرها لحسني مبارك مرة مع أحدى اللقاءات الصحفية مع إيهود يعاري في القصر الجمهوري في القاهرة، قال مبارك بأنه يعني الفلسطينيين عندما ينتظرون ولا يريدون أي حل سلمي أو أي حل يطرح أو هذا، وإسرائيل تستمر في إعمار المستوطنات في الضفة، عندما يتذكر الفلسطينيون أنه علينا أن نبرم هذا الاتفاق لربما لا يكون هناك وجود لأي أرض نتفق أو نتحدث عليها، وهذا فعلا ما حصل. سيد داني، إذن البعض يقول أيضا الموضوع أكبر بكثير من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كوشنر يتحدث عن تكنولوجيا إسرائيلية ربما ستستفيد منها الكثير من الدول العربية، لكن يعني نعود مجددا، الأردن يقول أن انعكاس هذا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على السلام رهن بإجراءات إسرائيل، ويقول على إسرائيل أن تختار إما الصراع أو مبادرات السلام والسلام مع الدول العربية. برأيك نتنياهو ماذا سيختار إن بقي رئيسا للوزراء في إسرائيل؟ نتنياهو هو سياسي محنك وهو سياسي ناجح، وهو نجح في تحالفاته الإقليمية، نجح في عزل إيران، نجح في التحالفات خارج الشرق الأوسط في حوض المتوسط مع اليونان ومع قبرص، وهو يقوم بأعماله، هو يعرف ما هو في مصلحته. قضية الضم لا أعتقد أن نتنياهو كان يفكر أنها خطة استراتيجية لصالح إسرائيل، ويعرف أن هذا خطة لصالحه سياسيا، ولكنه اليوم أظهر أنه بدأ يبتعد رويدا عن الخطة. صحيح أنه قال أنه لم يتنازل عن الخطة، وقال أن الخطة لا زالت مطروحة وأنه لم يتنازل، ولكنه يجعل الوقت يتقدم وهو يقوم بجمع مزيد من العلاقات مع الدول العربية حتى تتكون هناك كتلة كبيرة، حتى في دول المغرب هناك علاقات غير
سيء خاصة مع المغرب، لذلك هناك الكثير ما يجب القيام به، ولكنه في وضع يمكن له أن يتقدم في كل المجالات. ذكرت التكنولوجيا، بالتأكيد التكنولوجيا هي إحدى الأدوات المهمة. ما هي مشاكل العالم ومشاكل الشرق الأوسط؟ هي المياه والغذاء والطاقة وكل هذه الأمور إسرائيل ستسعد بالتعاون فيها. سيد داني كوشنر أيضا يقول اتفقنا مع إسرائيل على عدم الإقدام على أي خطوة إلا بالتشاور مع الولايات المتحدة. إذن لماذا دائما هناك إيحاء أمريكي بأن القرار ليس هنا حتى وإن كان إسرائيليا القرار في البيت الأبيض؟ لأن هناك قضايا سياسية أمريكية، وهناك مجموعة كبيرة داخل المجتمع الأمريكي، 90 مليون مسيحيين إنجيليين، بالنسبة لهم قضية الضم هي قضية ربانية وقضية يؤمنون بها كثيرا، وهذا هو الجمهور الأكثر دعما لترامب، لذلك هو لا يمكن أن يتحدث عن إلغاء الضم. لذلك الجانب الأمريكي يلقي المسؤولية على إسرائيل، ونتنياهو يفهم قواعد اللعبة وأنه لا يجب أن يدور بمصلحة ترامب. وكوشنر يقول طيلة الوقت، وهو مثابر في هذه القضية، أنه يجب الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب. وترامب في البداية تحدث عن أن الصفقة الخطة يجب أن تتم بتوافق الجميع. داني أيلو النائب وزير الخارجية الإسرائيلي، أشكرك جزيل الشكر. دكتور عماد عبد الهادي المحلل السياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن، جزيل الشكر لك. أيضا دكتور حسن مرش خبير شؤون الشرق الأوسط، أشكرك وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إذن كانت هذه التغطية فيما يتعلق باتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي. دمتم بأمان الله، نلقاكم في وقت لاحق.